معنا الآن عبر الهاتف من أنقرة الصحفي الأستاذ محمد جمال هلال يطلعنا على آخر المستجدات بشأن الانتخابات التركية. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك، يعني ما المستجدات بشأن الانتخابات التركية؟ مرحبا بكم وبضيوفكم الكرام. المستجدات هو تقريبا وصلنا في أنا في المركز الرئيسي لحزب العدالة والتنمية التركي في العاصمة التركية أنقرة، وتقريبا بلغت عدد الأصوات التي تم فرزها هي 99% من الأصوات. حصل حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان على الفوز المستحق بجدارة. الرئيس أردوغان حصل على 52.5% من جملة الأصوات التي تم فرزها، وكما قلت هي قاربت 99.2%، يعني تقريبا النتيجة شبه نهائية ستكون 52.5%. هذا فيما يخص الرئاسة. حل ثانيا المرشح عن حزب الشعب الجمهوري الكمالي هو سيد محرم إنجا الذي حصل على 30% من الأصوات، بالإضافة إلى حل ثالثا ومفاجئا صلاح الدين ديمرتاش المعبر عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فيما حلت رابعة السيدة ميرال كيشنار التي أسست حزب الجيد وخضت به تحالفا مع حزب الشعب الجمهوري وحزب السعادة التركي. كل هذه التحالفات خسرت أن تمثل نفسها في البرلمان بعد تفوق تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بقيادة دولة بهشلي على 53% من جملة الأصوات التي فرزت حتى الآن، وهي 98% من الأصوات. طبعا الأصوات المتبقية سواء في الرئاسة أو في البرلمان لن تكون مؤثرة في النتيجة ولن تغير من واقع النتيجة شيئا. أنا أتحدث عن 42% فقط لحزب العدالة والتنمية، 11% لحزب الحركة القومية، وهم بذلك يمثلون 53% من نسبة المقاعد في البرلمان، وهو تحالف قوي يضمن لهم الغالبية في البرلمان وفي التشريع، وبالتالي هم حصلوا على عدد كبير من المقاعد البرلمانية التي تجعلهم يفوزون بتمرير كل المشاريع التي سيتم تشريعها في البرلمان. أستاذ محمد جمال، يعني المواطنون الأتراك يعني من خلال تواجدكم هناك يعني كيف ينظرون إلى الانتخابات الحالية؟ هل ينظرون لها بنفس العين التي نظروا إليها سابقا للانتخابات السابقة؟ الحقيقة أن كان هناك حالة من الترقب وحالة من الخوف حتى داخل أروقة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم. كان هناك ترقب وأن لا يعرفون نبض الشارع بالشكل المعروف. طبعا كانوا يعرفون أن الرئيس أردوغان إما أن يحسم الانتخابات وإما أن يخوض الإعادة. هم الآن يعني تفاجأوا بالنتيجة، وجدوا أن النتيجة الشعب أنصفهم والشارع أنصفهم. لم يكن كثير ممن كانوا متواجدين داخل حزب العدالة والتنمية يفكرون في حتى الفوز في الجولة الأولى، بل الجميع كان يتحدث عن نسبة إعادة كبيرة. وفيما يخص البرلمان كانوا يتحدثون عن أن البرلمان لن يستطيع أن يجتاز الرقم الكبير في الانتخابات، خاصة إذا ما حقق حزب الشعوب الديمقراطي حاجز 10%. بالفعل حقق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي حاجز 10%، لكنه لم يستطع أيضا أن يقصي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من الأغلبية المطلقة في البرلمان. الناس تنظر إلى تركيا اليوم، وأنا سألت كثيرا من الأتراك على أن تركيا اليوم ليست كتركيا الأمس، وتركيا غدا لن تكون كتركيا اليوم. النظام الجديد في تركيا، النظام الحاكم الجديد في تركيا، الصلاحيات الكبرى في يد رئيس الجمهورية، كما قال منذ قليل الرئيس أردوغان في خطابه من اسطنبول، قال أن الشعب كلفني أن أحكم هذا البلد. وهذا بالضبط يعني أيضا ما ذكره. شكرا لك أستاذ محمد جمال هلال، أطلعتنا على آخر المستجدات بشأن الانتخابات التركية.